أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حديث الساعة من قناتكم قناة عدن الفضائية. الممارسات التي بنى الحوثي فكره العنصري تسوق لنا مبررات شتى لنعرف مدى خطورة الفكر الحوثي على النسيج الاجتماعي اليمني، فقد استمرأ الفتك بالنسيج الاجتماعي منذ اللحظة الأولى لظهوره كميليشيات تهدد الهوية اليمنية برمتها وتستجلب أفكارا دخيلة تفرضها على المجتمع بما امتلكت من فائض القوة بعد الانقلاب على السلطة الشرعية واحتلالها للعاصمة صنعاء، بل والأدهى من ذلك أن تجعل من هذا المسار سلوكا عاما لكل قادتها وعناصرها الذين غسلت أدمغتهم بدورات مكثفة في التحريض والتكفير وتأطير نشاطها بالعنصرية والسلالية والطائفية. يقول أحد الكتاب: هكذا يقدم الحوثيون يوميا الدليل تلو الدليل على أنهم جزء من موروث استبدادي غاشم لا يرى في اليمن غير أرض مستباحة، وحينما تتوفر شروط الهيمنة لهذا الموروث فإنه يتصرف كعصابة مسلحة تقتل وتنهب وتدمر ولا تعرف من شأن الدولة سوى الجباية وحشد الناس إلى مواكب الموت واختراع الأسباب لتوليد الانقسام الاجتماعي بدوافع وسلوك لا ينمان إلا عن غياب الارتباط الموضوعي بشروط المواطنة بثقافة وطنية غير تلك التي تبنتها وتبثها هذه الجماعة، جماعة الحوثي، نهارا وجهارا. أهلا وسهلا بكم مجددا. في بداية هذه الحلقة أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ عبد الرقيب البيدعي وهو الناشط السياسي، وأيضا أرحب بمن سيتداخل معنا عبر هذا البرنامج وعبر الحديث المفتوح حول هذا العنوان العريض: خطر الحوثي في على النسيج الاجتماعي. النسيج الاجتماعي اليمني يتعرض لهزات عنيفة بسبب هذه الجماعة وبسبب يعني استغلالها للسلاح في تهيئة طريق هذا الفكر في المجتمع. أستاذ، في البداية، ما هي مظاهر هذا الخطر على النسيج الاجتماعي اليمني؟ أولا أنا أعترض على كلمة الحوثي فقط وعلى تحميل الحوثي فقط. نعم. كل الموضوع، الحقيقة عندنا مرض يجب أن نكتشفه وأن نحدده وأن نعرف ما هو بالضبط. نعم. لكي تعالج أي مشكلة عليك أن تعرفها أولا. الحوثي أحد أذرعات الهاشمية وليس مشكلة ولدت اليوم. هذه المشكلة عمرها 1200 سنة منذ أن دخل الهاشميين إلى اليمن، قسموا المجتمع إلى طبقات، وضعوا أنفسهم أعلاها ثم القضاء ثم المشايخ ثم القبائل ثم بقية المهن، احتقروا المهن لأنهم أتوا من مجتمع بدوي متخلف لا يجدون أي مهن، أي صناعة، أي لا يجدون ما يعملوا، فوضعوا أنفسهم في أعلى السلم الطبقي وأسموا أنفسهم سادة وأشراف علينا. نعم. إلى اليوم. نعم. الحوثي، معلش خلينا نكمل. الحوثي أحد أذرعات الهاشمية وليس وليد اليوم، هذا ما حبيت. هو امتداد أوصل. امتداد ل 1200 سنة لما ترى أنه هاشمية سياسية. لهاشمية، لا يوجد هاشمية سياسية ولا اجتماعية ولا رياضية، هي هاشمية واحدة للهاشمية كما ترى أنت. نعم. لكن هناك من سيقول بأن الهاشمية، الهاشميون كسلالة أو ك يعني مكون من مكونات الشعب اليمني وشعوب المنطقة العربية أيضا، فيهم الغث وفيهم السمين، فيهم من يعتنق هذه الأفكار يعني المهددة لنسيج المجتمع، وفيهم من يناضل ضدها. وشاهدنا أكمل سؤالي، شاهدنا ثورة 26 من سبتمبر، كثير من قادتها وأحرارها كانوا أيضا من هذه الأسر. لا يوجد أسرة هاشمية واحدة لم تقدم للحوثي كل الدعم، للمقاتلين بالمال بجميع بكل الإمكانيات. تعود بنا إلى اللحظة، لماذا لا تنطلق؟ لماذا لا تنطلق؟ من شارك في سبتمبر اليوم أولادهم يشاركون مع الحوثي في الجبهات، وبعض من شارك في جبهة الإماميين في سبتمبر اليوم أبنائهم يموتون في صفوف الجمهورية، والعكس صحيح. نعم. لذلك لا يجب أن تحمل الأسرة والأسر، فندخل في مأزق جديد وهو استبعاد من بعض اليمنيين لبعض. لا، من أين أتى الحوثي؟
نعم. من أين أتى الحوثي؟ من أين أتى؟ ما من على ماذا استند الحوثي؟ سند الحوثي على الفكر الهاشمي، على المذهب الزيدي. ليس هناك هاشميون لا يعتقدون بهذه الأفكار الدخيلة الرديئة. مشكلتنا ليست فقط مع الحوثي بين انقلاب وشرعية، أو مشكلتنا بين الهاشميين واليمنيين، مشكلتنا في الاستعلاء الهاشمي، مشكلتنا مع المذاهب الهاشمية سواء زيدية أو شافعية التي تقوم على تقديس السلالة. وهذا ما حدث من 1200 سنة إلى اليوم، واليمنيون يمارس ضدهم جميع أنواع التنكيل والتعذيب والسرقات إلى يومك هذا، وكله استناد على نظرية الحكم في البطنين ونظرية الاصطفاء الإلهي والحق الإلهي. ماذا ينادي الحوثي بالحق الإلهي؟ نعم. وهذا جزء من 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 مكون الهاشمية، أهم جزء من مكون الهاشمية. المذهب الزيدي أهم شيء في المذهب الزيدي هو الحكم في البطنين، السلطة. السلطة. الإمام عبد الله بن حمزة أباد تقريبا 100,000 مطرفي بسبب أنهم قالوا أن الحكم يجوز في خارج البطنين، في خارج البطنين، في أي مسلم أو في أي يمني، وتسبب في إبادتهم كاملة إلى اليوم. لو ذهبنا أبعد من هذه أو أقرب من هذه النظرة العامة، نأتي إلى واقعنا اليوم. كيف يهدد ما شئت أن تسميه هذا الفكر، الفكر سواء كان عاما كما ترى أو خاصا كما يرى البعض، المجتمع اليمني، نسيجه، تآلفه، ترابط هذا المجتمع اليمني هو اليوم؟ هو لم يعد يهدد، هو هاتك النسيج الاجتماعي، وهاتك النسيج الاجتماعي. نعم. وكون مشكلة كبيرة الآن، كثير من اليمنيين لا يعتبروا الهاشميين جزء من اليمنيين، هذا واحد. تمام. كثير من الممارسات أيضا، يعني احتقار المهن مثلا، احتقار المهن، تجد أنه في ناس كثير من طبقات المجتمع صارت محتقرة، مثلا الجزارين، الحلاقين، حتى وصل إلى المزارعين، إلى البائعين المشتريين، إلى التجار اللي اسمه الفنانين، كل هؤلاء صارت الناس تنظر لهم بدونية، و بفعل التراكم يعني لعقود من الزمن وقرون من الزمن على هذه الأفكار الرديئة والدخيلة. نعم. على الدين وعلى المجتمع اليمني. نعم، نحن مجتمع صاحب حضارة، وبنينا المدن، وبنينا السدود، وبنينا، ولا تقوم أي حضارة إلا بهؤلاء. لا يمكن أن تبنى مدن إلا بالبنائين وبالحلاقين وبالجزارين وبالإسكافيين والخياطين. نعم، بكل مكوناتهم. إذن بكل مكونات المجتمع. سأذهب في هذه اللحظات إلى اتصال تليفوني مع ضيفي عبر الهاتف، الأستاذ عادل شليلة. أرحب بك أخي عادل شليلة في هذا اللقاء من يعني حديث الساعة، ونحن نتكلم عن خطر الحوثي على النسيج الاجتماعي. كيف يمكن أن نوضح مظاهر هذا الخطر على المجتمع اليمني بشكل يعني 1 2 3 يعني بشكل مرتب حتى يستفيد المشاهد بشكل أوضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية لك ولضيفك الكريم. طبعا الحركة الحوثية، وهي الجناح العسكري للهاشمية السياسية التي تقسم المجتمع اليمني على أسس طائفية وعلى أسس طبقية وما إلى ذلك. هذه الحركة الهاشمية أو الحركة الهاشمية السرية، وهي الجناح السري للهاشمية السياسية بشكل عام، كانت يعني قد نشرت هذه الثقافة منذ القدم بين المجتمع أو بين أبناء المجتمع اليمني. ولذلك عندما قامت الثورة اليمنية في 1962، كان من أهداف تلك الثورة المباركة القضاء على الطبقات وما إلى ذلك. واليوم الحركة الحوثية تعيدنا إلى المربع الأول، وتقسم النسيج المجتمع، وتقسم المجتمع اليمني إلى عدة طوائف. ولذلك ترى الهاشمية السياسية نفسها بأنها الطبقة الأولى، بينما القبائل هم عبارة عن عفة وحراس، بينما الطبقات الأخرى المسحوقة سواء كان أولئك يعني من الحلاقين أو الجزارين وما إلى ذلك، عبارة عن خدم وحشم لهذه الطبقة الكهنوتية المارسة. نعم. إذن هذه الطبقة الآن تعيدنا إلى المربع الأول، وخطرها على النسيج المجتمعي قد بدأ، وبالتالي أعتقد أنه لا خيار أمام اليمنيين
نعم نعم تفضل. وبالتالي أعتقد أنه لا خيار أمام اليمنيين جميعا هو تجريم الهاشمية السياسية بفكرها الأيديولوجي القائم على التعصب وعلى تقسيم الناس على أسس طبقية وما إلى ذلك. نعم. ثانيا أن يجرم في القانون اليمني كل من ينتسب أو كل من يدعي يعني أنه يعني من 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 طبقة منزهة أو ما إلى ذلك، وأعني بذلك الطبقة الهاشمية على وجه التحديد. اليوم إذا كنا لماذا على وجه التحديد؟ ضيفي في الاستوديو يقول لا أحد يمارس غيرهم هذا الاستعلاء، لكن نخشى أن يظهر فجأة من يمارس استعلاء، فلماذا الحوثيون تحديدا؟ طبعا صحيح أنه قد ربما تظهر الطبقة الجبلية، ولكن الطبقة الجبلية أنا أعتقد أنها لا تدعي حقها الإلهي، وهؤلاء عبارة يعني الجهل منتشر بين أبناء القبائل، وبالتالي يمكن تعليم أبناء القبائل وخطورة الطبقية وما إلى ذلك. لكن المشكلة في الطبقة الهاشمية التي تدعي حقها الإلهي في الحكم، وأن الله سبحانه وتعالى أصطفاها لقيادة الناس، وأن ما على الناس هو تعظيم وتبجيل هذه السلالة. نعم جميل. الهنوسية المارقة. نعم. لذلك أنا من وجهة نظري الشخصية أن الخطر الحقيقي على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي هو الأفكار الطائفية والأيديولوجية للحركة الهاشمية السرية وجناحها الحوثي المسلح. إذا جرمنا هذا الفكر في دستور البلاد، فأعتقد أن المجتمع اليمني سيعيش جنبا إلى جنب حتى مع الطبقة الهاشمية التي تبتعد عن الأفكار الخرافية وما إلى ذلك. نعم، إذن بهذا الشكل ربما هنا مقاربة ستفرح الكثيرين بأن الفكرة ليست إقصائية جديدة وتقسيم جديد وإضرار جديد بالنسيج الاجتماعي، وإنما معالجة لهذا الاختلال الذي نتج عن فكر ربما يعني صار له قرون من الزمن وهو يتعمق في الواقع اليمني. لو عدنا إلى يعني الأسباب الرئيسة اليوم التي تقود الحوثيين للاستمرار في هذا النهج وفي هذا الفكر رغم مشاهدتهم لمعارضة واسعة من اليمنيين لفكر الاستعلاء والاستبداد. طبعا الهاشمية السياسية بجناحها المسلحة والحركة الحوثية التي تسيطر على بعض الأجزاء من البلاد في المناطق الشمالية، هي تحاول جاهدة على أن تنشر بين أبناء القبائل الذين يعني للأسف الشديد معظمهم لا يزيد حتى كتابة الحروف الأبجدية، لأنها تواجه عدوان، وأن هذه الطبقة يعني تحمي اليمن، وأنها هي من تدافع عن سيادة وأمن واستقرار البلاد. هذا من جانب آخر. الجانب الثاني أنها تستخدم الخطاب الشعبوي أيضا والخطاب الديني، أي أنه أحيانا لو طلعنا ورجعنا قليلا إلى المناهج الأيديولوجية لهذه الحركة، سنجد أنهم حتى يضعوا في كتبهم أن يعني حباب الركب، ركب الهاشمية السياسية وقادتها، يعتبر جزء أساسي من الدين، وأنه دليل على أن الشخص الذي يكبر ركبة الهاشمي أنه غير متكبر. يعني إلى هذا المستوى نزلنا من السذاجة والضحك على الأبرياء في المجتمع اليمني. إضافة إلى ذلك أن الحركة الحوثية تستخدم العنف ضد أبناء اليمن وخصوصا في المناطق التي تسيطر عليها، مما جعل الكثير يعني غير مستعدين لمواجهة هذه الحركة، لأنهم للأسف الشديد لم يجدوا يعني مناصرا لهم في المناطق التي تخضع للحركة الهاشمية السياسية بجناح المسلح المتنفذ في حركة الانقلاب الميليشياوية الحوثية. كما أن هناك اختلافات يعني في إطار الشرعية اليمنية وبين أطراف الشرعية اليمنية للأسف الشديد. هذه الاختلافات تساعد الحركة الحوثية على البقاء في كرسي الحكم ومقتصبة للسلطة في العاصمة اليمنية صنعاء. اليوم نحن أمام خطر أيديولوجي هاشمي متغلغل في الدولة اليمنية منذ القدم، ولا مجال أمامنا سوى تجريم هذا الفكر بطريقة أو بأخرى.
كي نعيش جنبا إلى جنب مع أبناء حتى الطبقة الهاشمية وكل الطبقات الأخرى المسحوبة، وألا يكون هناك تمييز عنصري أو طائفي أو قبلي أو شعوي أو ما شابه ذلك، وأن الجميع وأن يكون الجميع تحت مظلة القانون لا فرق بينهم، وليس هناك حجب ولا عبد ولا قبيل وما إلى ذلك. إذا أنهينا الانقلاب فأعتقد أننا سنعيد يعني وجهة أو سنعيد يعني التشكيل النسيج المجتمعي من جديد من خلال تعليم أبناء القبائل بخطورة هذه الخطورة الطبقية وما إلى ذلك. لو أخذنا المرحلة من 62 الثورة الجمهورية إلى الانقلاب الجديد في 2014، كيف كانت تسير عجلة ترميم ما أحدثته هذا الفكر لنقل من شروخ واسعة في النسيج الاجتماعي اليمني؟ هل استطاع الجمهوريون أن يحصنوا المجتمع اليمني من هذا العبث الفكري الواسع الذي كانت يعني ترعاه دول الإماميين خلال قرون سابقة؟ طبعا للأسف الشديد فشل الجمهوريون أولا في هزيمة الهاشمية السياسية بشكل عام، وإن كانت كان من أهداف الثورة المباركة الثورة 26 من سبتمبر 1962 كما ذكرت لك هو القضاء على الطبقات وما إلى ذلك، لكن ظلت هذه الحركة متغلغلة في أماكن صنع القرار خصوصا في المناطق الشمالية، مما جعلها تقدر أكبر قدر من أبناء القبائل إلى مراكزها الأيديولوجية السرية، وخصوصا بعد انتهاء الحرب الأهلية في بداية السبعينات. ولذلك كانت الهاشمية السياسية وهذا واضح لأنها تنتهج الفكر الجارودي، أي أنها كانت تظهر خلاف ما تبطن. وكنا نرى البعض من أبناء الإمامة يقولون بأنه لا فرق بين سيد ولا قبيل وما إلى ذلك، لكن الحقيقة التي يعني والأسف الشديد يعني لم ننتبه لها منذ البداية أن هؤلاء كانوا يسمون العداء لأبناء المجتمع القبل اليمني، وكانوا يعتقدون ولا يزالون يعتقدون بأن الإمامة وأن الولاية سلبت منهم من قبل الجمهور الثوار، وبالتالي لابد من القضاء على هؤلاء من جديد. إذن الهاشمية السياسية السرية هي من نشرت الفكر بطريقة سرية خلال الأربع العقود الماضية، واليوم ظهرت على حقيقتها من خلال ممارساتها الإجرامية حق الشعب اليمني من أقصى إلى أدنى. نحن اليوم أمام عصابة تهميشية تسكن في الكهوف ولديها أفكار ثيوقراطية، وأنها تدعي حقها الإلهي في الحكم، ولا مجال أمام اليمنيين سوى سحب هذه العصابة عسكريا وهزيمتها في الميدان، ومن ثم إعادة ترميم ما دمرت الحرب أو ما دمرت هذه الميليشيات الإنقلابية. ما لم في المستقبل سيكون مكتوم ليس على السلم الأهلي داخل الجمهورية اليمنية ولكن في المنطقة كافة. نعم، أشكرك جزيل الشكر أخي عادل شليلة على هذه الإيضاحات الواضحة الكثيرة حول الموضوع الذي نناقشه، وأعود إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ عبد الرقيب البيدعي، وأنت أيضا ناشط سياسي في مناهضة هذا الفكر الحوثي. الكاتب أحد الكتاب يقول، وهو هنا الأستاذ ياسين سعيد نعمان يقول السفير، يقول يقدم الحوثيون دليلا تلو الدليل يوميا. هل يمكن استعراض بعض هذه الأدلة على ممارسات الحوثيين الإقصائية، ممارساتهم في هد يعني هدر، إذا أردنا أن نقول هدر النسيج الاجتماعي والإضرار به وشرخه شروخ عميقة كما تذهبون؟ ماذا قال الدكتور بالضبط؟ الدكتور يقول أن هناك أدلة يومية، ولاحظنا وأنت ربما اطلعت على ذلك المقطع. نعم، للشاب. نعم، اليمني الذي يقول لن أحب الركب، وبعد أسبوع تم قتله من قبل هذه الميليشيات. نعم، وغيرها من الأمثلة. يا أخي أنا لا أعلم لماذا تصرون على تجنيب بقية الهاشمية أو ليس هناك إصرار. هذا الفكر هاشمي وليس حوثي. نعم، الحوثي. نعم، لا شك الحوثي هو أحد أذرع النباتات الهاشمية. الهاشمية في شقها المتطرف لا يوجد متطرف، جميعها بنسق واحد. لا يوجد هاشمية سياسية ولا هاشمية اجتماعية ولا هاشمية رياضية، كلها هاشمية.
الهاشميين إلى اليوم 1200 سنة لم ينتموا إلى اليمن، لم يكونوا يمنيين، يرفضوا أن يكونوا يمنيين، لا يزالوا يحملوا مشجرات تثبت نسبهم إلى مكة، ويقول لك أنا سيد على اليمني، لست يمني، لا يزوجون اليمنيين، لا يقبرون في مقابرهم، يميزون أنفسهم بهيئات وأشكال مختلفة، يتآمرون على الجنوب وعلى الشمال. من يقود مشروع الانفصال وسلخ الجنوب عن هويته اليمنية هي الأسر الهاشمية في الجنوب. لاحظ الأسماء: البيض، العطاس، الجفري، السقاف، الكاف، كلها هاشمية، كلها هاشمية، تمام. أخطر أخطر 1200 سنة، معلش 1200 سنة إلى اليوم لم تتوقف الحروب في اليمن. يطلع إمام يقوم ابن عمه أو أخوه يناهضه من جديد ويروح يقاتله برضو بدماء اليمنيين، ينزل إمام يطلع إمام. وصل الأمر إلى درجة أنهم أباد المطرفية، الإمام عبد الله بن حمزة أباد المطرفية، لأنهم قالوا الحكم يجوز في أي إنسان مسلم. المتوكل إسماعيل أصدر فتوى اسمها إرشاد السامع في جواز أكل مال الشوافع، تخيل، يعني هذا رأس الزيدية كان إمام، تمام. قام له بعض العلماء وقالوا له: ألا تخشى من الله أن لا يحاسبك على ما أخذته من الناس؟ قال: إني لا أخشى من الله أن يحاسبني على ما أخذته عليهم، بل أخشى أن يحاسبني على ما أبقيته لهم. لهذه الدرجة. إلى هذه الدرجة. تخيلت. أنا سأسجل فقط اعتراض أيضا الكثيرين لهذا التعميم، ربما قد تكون له آثار سلبية، وأيضا تعميم ربما لا ينطلق من أفق واقعي، يعني لا هو واقعي، وربما يتعارض مع المنطق، حتى المنطق أن تجعل كل يعني الرومان في سلة واحدة. هذه هم جميع الحاشميين اصطفوا خلف الحوثي في كل القرى، في الشمال، في الجنوب، اليوم يقاتلوا في صفوف الحوثي، يقاتلوا في صفوف الحوثي هاشميين من مأرب، عفوا، هاشميين مأرب، هاشميين من حضرموت، هاشميين من الضالع، هاشميين من شبوة، هاشمي، ومعروفة أسماءهم وصورهم كلها. وهناك هاشميين في الجيش الوطني، وهناك هاشميين قدموا أرواحهم في سبيل الجمهورية في كل الجبال والشعاب، فهو تعميم يحتاج إلى تمحيص. عندنا مشكلة في الهاشمية نفسها، متى ما قال الهاشمي أنا يمني فقط، هنا سيكون لنا سيظل هاشمي، لا سيكون لنا موقف مختلف. لماذا يكون هاشمي يمني؟ الآن في حركة عملوها بعض الشباب من الهاشميين، هاشميين ضد الحوثي، يعني خداع وضحك على العقول. ماذا يعني هاشميين ضد الحوثي؟ يا أخي لماذا لا تقول أنت يمني؟ قول أنت يمني وخلصنا يا أخي. لماذا الإصرار على الهاشمية؟ لماذا يعني؟ لنذهب إلى زاوية أخرى. هل معلش خلينا أكمل. في اليمن يوجد أتراك، يوجد أحبوش، يوجد أكراد، يوجد إثنيات مختلفة كثيرة. هل يوجد من هذه الإثنيات أحد طالب بحق خاص أو بتمييز غيره، أو مثلا يقول لك أنا التركي الفلاني، أو أنا الحبشي الفلاني، أو إحنا حكمنا اليمن قبل، أو أنا الكردي الفلاني؟ لا يوجد غير الهاشميين، لا يوجد غير الهاشميين. هاشميين مصابين بمرض، صغيرهم وكبيرهم، أنثاهم وذكيرهم، جميعهم مرض، سواء من كان في السنة أو من كان في الشيعة أو من كان في الشرعية أو من كان في نفس المرض. إحنا مش مشكلتنا فقط، دعنا نناقش فشل اليمنيين إذا ما أردت هذا التعميم الواسع. فشل اليمنيين في يعني محاصرة هذا الفكر منذ 50 سنة، منذ الثورة إلى اليوم. يقول ضيفي عبر الهاتف بأن هناك فشل في القضاء على الطبقية وعلى هذا الفكر الدخيل. نعم، فشلت سبتمبر للأسف الشديد، فشلت بسبب. هل فشل اليمنيون 1200 عام في مناهضة هذا الفكر، أم أنها طبيعة وسنة الحياة أن تكون هناك أكثر من فكرة
فكر استبدادي يناهضه فكر عقلاني ينطلق من دين لم صحيح لم يفشل من مبادئ الدين لم يفشل اليمنيين طول هذه الفترة ولم يحكمونهم حقيقة يعني طول هذه الفترة. طول فترة التاريخ قامت حركات تحررية كبيرة من أيام الحسن الهمداني ثم نشوان الحميري ثم سعيد الفقيه علي بن الفاضل ثورات 48 56 ومناهضة لهذا الفكر أيضا ومناهضة هذا الفكر ولكن كانوا يخدعوا من الجانب الديني كانوا يؤتى لهم الجانب الديني أن هؤلاء أهل البيت وهؤلاء لهم حقوق وهؤلاء وهذا يتفقوا عليها سنة وشيعة على فكرة يعني نعم. عرفت كيف؟ وفي بعد ثورة 26 سبتمبر تسللوا إلى تسللوا إلى مفاصل الدولة وهناك من سمح لهم سمح لهم إلى التسلل إلى مفاصل الدولة وسلموهم مناصب كبيرة وسلموهم قيادات في الجيش وكان وفي الأخير إذن وصلنا إلى ما وصلنا إليه. نعم ظلت الفكرة في قلوبهم. كيف يمكن أن نخرج من هذا المأزق؟ مأزق أن يظل الانهيار كما قلت أنت للنسيج الاجتماعي قائما، كيف يمكن أن نتجاوز هذا المأزق؟ أن نفهم مشكلتنا أولا ونحدد عدونا، نحدد مرضنا الذي ذكرته سابقا، نحدد مرضنا أولا، هذا أولا. الخطاب الرخو دائما يأتي بهم مرة ثانية تمام. ثانيا أنه يتوحد اليمنيين عند بعد ما يفهم مشكلتهم يتوحد اليمنيين ضدهم ضد هذا المنطق ضد هذا القوة. هل اليمنيين جاهزون للتوحد ضد هذا المنطق؟ أعتقد سيكونون جاهزون، الحوثي يعمل عليها، الحوثيين والهاشمي يعملوا عليها الآن، تبان سوءاتهم كثير. نعم. قبل فترة عندك يمكن لاحظ الجميع محمد العماد، عرفنا صاحب قناة الهوية، نعم، سفيه وزادوا عملوا له قناة يعني تمام. نعم. واسموها الهوية، معلي. واسموها الهوية. يشتم الحميريين ويقول أنهم يهود وعليهم أن يرحلوا من يعني وصل الوقاحة وقلة الأدب إلى أنه يقول ارحلوا من بلادكم يا حميريين. نعم. إلى إسرائيل. نعم. إلى إسرائيل. نعم. تمام. يجيك الأخفش الثاني فنان يغني السيد يبقى سيد له في الناس رتبة عالية والحسد ما يفيد، قل أهل الحسد والواشية تمام، اللي ما معيد يقول العيد العافية. العيد العافية. سنذهب إلى اتصال هاتفي مع الكاتب والصحفي عادل الأحمدي ثم نعود إليك أستاذ. أهلا وسهلا بك، حياك الله وحيا ضيوفك الأكارم و ومشاهديك، الله يسلمكم جميعا، حياكم الله. اليوم نناقش خطر الفكر الحوثي على النسيج الاجتماعي، وأنت تدرك الممارسات الحوثية الطويلة لتجريف أو للإضرار بالنسيج الاجتماعي خلال العقدين الماضيين إذا شئنا، ولكن أيضا له امتدادات واسعة في التاريخ اليمني، وهو نتاج لهذا الفكر العنصري الممتد أيضا. كيف يمكن أن نخرج من هذا التغلغل لهذا الفكر وتهديده الدائم والمستمر للنسيج الاجتماعي اليمني؟ طبعا هذا موضوع كبير ومهم وحساس، وأشكرك على سؤالك، إذ أن المسألة مثلا في العقدين الأخيرين ربما ما كان إلا تكرار عاد بسيط على فكرة لما حدث في الألف عام منذ مجيء الهادي إلى صعده، أو ما يسمونه بالهادي إلى الحق يحيى بن الحسين الرسي إلى صعده في العام 284 هجرية. هؤلاء أول ما وصلوا حاولوا أن لكي يثبتوا أفضلية سلالتهم قسموا المجتمع إلى طبقات، وهذا كان أول أضرار الاجتماعية على النسيج الاجتماعي. لكي أثبت أفضليتي لابد أن أجعل الناس مراتب، فيعني كانت في المرتبة الأولى مثلا عملوا وكأنهم هم يأتون على قمة السلم الاجتماعي الهاشميين، ثم بعد ذلك تأتي فئة القضاة، وهذه الفئة لم تنشأ إلا لاحقا عندما يعني وبمساعدة الأتراك حسب ما أظن، يعني عندما لم يكن هناك بين اليمنيين من يستطيع أن 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 يكون رجل دولة، وتم تأهيل بعد ذلك فئة من اليمنيين ثم سميت بالقضاة، وهي ليست سلالة إنما هي من جميع أبناء الشعب. نعم. اليوم القضاة هي مرتبة وظيفية مثلا، ثم بعد ذلك القبائل، ثم كذا، ثم وصولا إلى الأخدام والمزاينة و فلكي يثبت أفضلية الاجتماعية يعني. نعم. هناك من يذهب
هناك من يذهب أن القضاة صنيعة الأئمة أنفسهم لأنه لم يكونوا يثقوا ببعضهم لتولي المنصب الأول أو الثاني بعد الإمام في الدولة خشية أن ينقلب عليه، ولذلك استحدثوا هذا الوضع للقضاة. أعتقد أن ليس بودهم أن يتعلم أي يمني أي شيء على نعم. هم كانوا حتى يأتوا بأشخاص من طبرستان يعني سواء في هذه الجوانب يعني حاولوا أن يستعينوا بغير اليمني قدر الإمكان، يخافوا تماما أن يمسك اليمني القلم والدفتر وجعلوا عند اليمين العلم وكأنه يعني حاولوا أن يغرسوا لدى مشايخ القبائل لدى أبناء القبائل أن العلم وكأنه للفقهاء وهذا حق التمائم والحروز تمام، بينما هذوك أرباب السيف يصبحوا مقادمة بعد ذلك عند هؤلاء ويصبحوا بعد ذلك عقفة على بوابتهم ومثل ما يقول دوي داري. إنما لا يستبعد أن يكون العاملين تضافرا، حاول هذوك أن يعني نتيجة عدم ثقتهم بالأسر المنافسة لهم، وكذلك قلت لك حدث أثناء يعني أثناء طبعا لا ننسى أن الدولة يعني الزيدية أو دولة الأئمة لم تستمر على مدى 1000 عام كتمثيل واحد، يعني الدول اليمنية التي حكمت خلال 1000 عام كانت أطول عمرا ما في ذلك الدولة، مثل الصليحية والرسولية والطاهرية واليعفوريين وإلى آخر ذلك. صحيح. هؤلاء أثناء حكمهم أسهموا في عدم وصول الشعب هذا إلى درجة الموت، وتأتي الجمهورية اليمنية دولة الجمهورية اليمنية كإحدى هذه الدولات أيضا التي الآن نريد أن نستعيدها ونحافظ عليها، لأنها كل ما حاول هؤلاء أن يقتلوا الشعب اليمني إلى الأخير ينتفض اليمنيون ويستعيدون دولتهم بشكل أو بآخر بعاصمتنا أو بأخرى. نعم، اليوم نحن أمام تهديد يعني ربما للوجود للنسيج الاجتماعي من خلال أيضا المناهج والعبث بالمناهج والتعليم ومحاولة غرس الأفكار الدخيلة والرديئة كما يقول السفير ياسين، كيف يمكن مجابهتها دون السقوط في نفس المرض وهو مرض الاستعلاء والإقصاء للآخرين؟ طبعا أنا أيضا أشدد علي أو بالأصح أذكر أيضا ما ذكر ضيفك الكريم نعم. إن كنت التحق مؤخرا بالمكالمة بما قاله مثلا المدعو العماد، يعني هذا يعني هو صرح بما يقولونه بينهم وبين أنفسهم، هم بالفعل يعني العكس، هو يعني يحملون غيظا وحقدا كبيرا على الحميريين والتبابعة، وعندما يتحدث عن الحميريين هو لا يتحدث عن فئة من اليمنيين، هو يتحدث عن اليمنيين أجمع، يعني الحميريين هم اليمنيين كلهم، اليمنيين هم أبناء حمير وكهلان وهؤلاء يعني فيقصد هو بالضبط اليمنيين بشكل عام. نعم. عموما تبدأ طبعا أنت كيف تستطيع أن تستعبد شعبا، كيف تستطيع إلا أولا أن تحاول أن تحقر أصله، أن تقول له أن أصولك غير جيدة، يعني هنا هذه إحدى الأشياء التي حاولوا أن يعمدوها في نفوس القبائل، مثلما تريد أن تعلم نسبك تحط من أنساب الآخرين، والله تعالى خلق الناس سواسية. نعم. يعني لا نقول أننا أفضل منهم ولا هم أفضل منا، نحن لا نبحث إلا عن المساواة، ويكون نعم. بعد ذلك المواطنة المتساوية والنظام والقانون والبر والتقوى، قانون ديني وقانون تشريعي دنيوي ديني. نعم نعم، قانون ديني وقانون دنيوي، هذا كالبر والتقوى وهناك السيف النظام والقانون. نعم. هذا الذي يحكمنا، لا نبحث عليهم لا تفوقا ولا نريدهم أن يقولوا أنهم متفوقين علينا، وهذا هو الفرق بيننا وبينهم. نحن ندعو إلى المساواة التي هي يعني أصل من أصول الدين، لكن للأسف هم جاءوا لهدم جميع الأصول الاجتماعية والدينية، فعندما تحاول أن تثبت أفضلية مدعاة فإنك تهدم كثير من حقائق البحث. ما هي الأدوار وعلى من تقع هذه الأدوار للخروج من هذا الخطر أو لمجابهة هذا الخطر الكبير؟ طبعا للأمانة في أصحاب القلم الإعلاميين بدرجة أساسية والكتاب والمفكرين تقع يعني المهمة رقم واحد، لأنها مهمة توعوية في البداية. نعم. والمعلمين كذلك، يعني كل من يحمل قلما وطبشورا هؤلاء يترتب عليهم. لا ننسى أن النهضة الجمهورية اليمنية هي كانت نتيجة أشخاص معلمين.
تنويريين. وأنا أعتبر الإعلاميين أن الشرفاء من الإعلاميين هم معلمين أيضا ومفكرين كذلك. يعني يفترض علينا أن نعود إلى تاريخنا، أن ننقي ما علق به من الشوائب والأوساخ وأن نقدمه إلى الأجيال بصورة جيدة، أن نفضح هذه الفئة ولا نتوانى في ذلك، وأن نقارعها سواء بشجاعة وحكمة كذلك، سواء من داخل المناطق الشرعية أو من داخل المناطق التي ما زالت تحت سيطرة هذه العصابة الوثنية. كذلك الأمر مهم جدا على أعيان المجتمع. لماذا ذهبت بها إلى الوثنية مرة واحدة؟ لأنهم استبدلوا، أشكرك على هذا التركيز، أنا يعني يجب أن احنا نركز على أن هذه حركة وثنية، يعني لأنها استبدلت أوثان الأصنام الأحجار بأوثان الأشخاص. نعم. الآن هي تتخذ من عبد الملك الحوثي وثنا. نعم. يعبدونه كما وكأنه وثن جديد، هو الجديد. هذه حركة وثنية على فكرة. نعم. الإسلام جاء ليحكم الأصنام وهؤلاء يركزون الأصنام من جديد. ما الفرق إذا استبدلنا الأصنام هبل واللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، استبدلناها بعبد الملك الحوثي وحسن نصر الله وآية الله خميني يعني. نعم. هذا عبارة عن أصنام يركزونهم على فكرة. هذه عبارة عن حركة وثنية تريد أن تهدم الإسلام من جذوره باسم الإسلام، حقدا على الإسلام الذي أسقط دولة بني ساسان في القادسية وكان أكبر جيش القادسية. إذن هذه منطلقات نعم. ربما مهمة جدا، وشكرا لك على إيضاح الأدوار وكيف يمكن مجابهة هذا الخطر. في دور مهم في نعم. جانب هذا قلت لك أيضا على مشايخ القبائل، أنا مثل ما أقول أنه نعم. هناك على الإعلاميين وعلى السياسيين، لكن صراحة على مشايخ القبائل باعتبارهم أيضا الحامل الوراثي لهذا الشعب، لأنهم أعيان هذه القبائل. لازلنا يعني صراحة أنا ضد كل المحاولات التي حاولت أن تحط من قيمة أعياننا لكي يركزوا أصنامهم. لا يجب أبدا أن ننساق للمشاريع التي حاولت أن توجد بيننا الشرخ الاجتماعي. نحن لا نقدس شيخنا مثلا، بقدر ما نعطيها المكان الاجتماعي التي نحفظ بها بعد ذلك هويتنا، وعلى هؤلاء أيضا أن يكون يتمثل دور كذلك في التوعية الاجتماعية والقيادة. ورأينا عندما يكون أعيان القبائل على قدر من الصرامة والشجاعة رأينا ما يحدث، وذلك ما يتترجم حاليا في حجور وفي القفر وفي مناطق أخرى من اليمن. نعم. إذن هذه بعض الأدوار ربما، وعلى الباحثين وأنتم منهم أيضا يتمثل دور كبير جدا في تهيئة المجال للإعلاميين وللمعلمين وللمشايخ للتوعية من خلال أبحاث علمية رصينة تغوص في أعماق هذه المشكلة وتعود لنا باللآلئ حتى يستطيع اليمنيون مجابهة هذا الخطر. أشكرك جزيل الشكر عادل الأحمدي الكاتب والباحث، وأعود إلى الأستوديو مع ضيفي الأستاذ عبد الرقيب البيدعي. في الحقيقة هناك تضافر لجهود اليمنيين للخروج من هذه المشكلة العويصة ربما التي رافقت مسيرة الشعب اليمني لفترات طويلة. أنتم ما الذي فعلتوه، عملتموه كسياسيين للخروج أو لمجابهة هذا الخطر؟ أولا لابد من استمرار المعركة الثقافية ضد الحوثيين. جميل. المعركة العسكرية مستمرة، وممكن أن ينهزم الحوثي بالطيارة والدبابة والمدفع والعسكر، لكنه سيعود من جديد بعد حوثي أو باسم آخر بعد 10 سنوات أو 15 سنة، لأنه القاعدة الصلبة لهم لم تمس، القاعدة الصلبة التي يستندوا لها في كل مرة وينطلقوا منها في كل مرة لا تمس. عرفت كيف؟ نعم. لابد من استمرار هذه المرة، هنا لابد من مسارين. لابد من مسارين، المسار العسكري والمسار الثقافي، لابد من ضرب القاعدة الصلبة. السيف والكتاب. السيف والكتاب، نعم. يعني السيف وسيلة والقلم. السلطة. السيف والقلم، نعم. وسيلة السلطة في كل وقت لتصحيح. نعم. على فكرة هذولا كمان أساءوا، شوف، أساءوا للقيم الإنسانية وأساءوا للدين الإسلامي نفسه. يعني صوروا لك الرسول صلى الله عليه وسلم على إنه رئيس قبيلة أو زي رئيس دولة عالم ثالث أو رئيس دولة أفريقية أتى لكي
يورث أبنائه وأحفاده وأفراد قبيلته حكم الناس وأموال الناس واسمه. ابتعاد بدل أسس الدين. بدل أن يكون عن رسالة سماوية للعدالة والمساواة والاسمه، لا، حولوه إلى دين عائلي، إلى دين عنصري، يقول لك أنا جدي محمد، أنا جدتي فاطمة. من أيضا أوصي دائما بالتمسك بالهوية اليمنية. شوف الهوية اليمنية هي الخطر الأكبر عليهم، اعتزاز اليمنيين بتاريخهم، بأنفسهم، بذواتهم، بهويتهم، هذا هو الخطر الأكبر الذي يمثل لهم. شوف لو لاحظت عبد الملك الحوثي قبل فترة قال هويتنا إيمانية، هويتنا إيمانية وليست يمنية، هذا يردنا إليهم من جديد، ليست يمنية، إيمانية، تمام؟ مرة يحتفل بعيد الولاية لعلي بالغدير، مرة قبل يومين كان بعيد ميلاد فاطمة، عيد ميلاد فاطمة، في تجريف للهوية الوطنية، تجريف للهوية الوطنية، وعمل فاصل بين اليمني وبين هويته وبين تاريخه وبين حضارته، عرفت كيف؟ فهذا شيء مهم، انه نتمسك بهويتنا، نتمسك باصلنا. كيف ترى الجهد الاعلامي، الجهد الثقافي، الجهد البحثي، الجهد السياسي، الجهد الوطني لتأطير هذه المشكلة والعمل على الخلاص منها، خصوصا ونحن قادمون على مناطق رزحت تحت سيطرة هذا الفكر بسلاحه وسيفه لأربع سنوات وقتل من لا يحب الركب كما يقال؟ أنا أرى أنه هناك قصور كبير برضه، لا يزال هناك قصور كبير بين اليمنيين، بين السياسيين، هل يفترض أن الصحفيين يعني توجه مراكز بحثية لعمل الأبحاث؟ لا لا لا، يدرب المعلمون، يدرب الإعلاميون، يدرب. نعم هذا ضمن إطار مواجهة هذا الخطر. نعم، لابد من الاهتمام بالمدارس، بالتعليم، لابد من توجيه القنوات الفضائية وتوجيه وسائل الإعلام لحل المشكلة هذه. نعم، إذن كما يقول السفير ياسين في يعني هذه المقالة التي ربما بنيت هذه الحلقة باستلهاما من هذا المقال، يقول لا يمكن لهذا الموروث الاستبدادي الرديء أن ينقلها إلى الأعماق التي تتشكل فيها رغما عن قتامة المشهد. يريد أن يقول أن اليمنيين لا يجب أن يذهبوا بعيدا ويجاروا الثقافة الرديئة، فالذين يتمسكون بمشروع الوطن لا بد أن يحملوا هذا المشروع فوق ألواح ودسر مصنوعة من عراقة هذا الوطن وأصالته، متجاوزين الغث الذي رمت به صروف الحياة. وصروف الحياة هنا يعني جزء منها هذه المشكلة العويصة، مشكلة الهاشميين، يعني الذين ينطلقون نحو السلطة والاستئثار بها وإقصاء الآخرين والطبقية على اليمنيين واستعبادهم بهذا الشكل، بعيدا عن أسس الدين ومعالمه وبعيدا عن الهوية اليمنية. أشكرك جزيل الشكر ضيفي في الاستوديو الأستاذ عبد الرقيب البيدعي، وأنت الناشط السياسي، كما أشكر الزملاء الذين تداخلوا معنا عبر الهاتف، عادل شليلة والكاتب والصحفي عادل الأحمدي. أشكركم جزيل الشكر لمتابعة هذه الحلقة، نلتقيكم في حديث الساعة يوما آخر.